السلام عليكم، بدنا نكمل موضوع الثري فيز. ثري فيز اي سي فولتج كنترولر. اوكي، طيب اول شغلة بدنا نتعلمها اللي هي الباور سيركت. الباور سيركت للثري فيز اي سي فولتج كنترولر هي عبارة عن يا إما نرسمها دلتا آسفة ستار ستار أو دلتا دلتا. إحنا في المادة مطالبين فقط بحفظ يعني الدلتا دلتا دلتا، مطالبين فقط حفظ الرسمة بس. أما الستار ستار مطالبين فيها كفهم كامل. نبلش نرسم الدائرة. الشيء عبارة عن 6 ثايرستورات، كل ثايرستور يعني كل فيز مشبوك مع ثايرستورين متعاكسين بالاتجاه. هاي عنا أول مجموعة من الثايرستورات، هاي الأول وهاي الرابع. الأول مشبوك مع الرابع، المجموعة الثانية اللي هي الثالث مع السادس، والمجموعة الثالثة اللي هي الخامس مشبوك والخامس مشبوك مع الثاني. اوكي، طيب اذا هون عندي ايش؟ المجموعة الاولى الاول والرابع، الثاني الثالث والسادس، والثالثة اللي هي الخامس والثاني. الأول مجموعة مشبوكة مع الفيز A، المجموعة الثانية مشبوكة مع الفيز B، والمجموعة الثالثة مشبوكة مع الفيز C. طيب كيف رح تكون؟ هيك هي شبكنا، بدنا نوصل إحنا ستار ستار. هون عندي هي الفيز A، هون الفيز B مشبوكين مع الفيز C ومشبوكين مع المجموعة الثالثة. نيجي لللود. اللود نفس الشيء، هون هيك، وهي عنا هاي بس شوي هيك، هاي عندي، هاي عندي هون، انا اعتبر ار لود، وهون نفس الشيء ار لود، وهون نفس الشيء مشبوكين مع سي. هاي هون هاي هيك عنا الباور سيركت للثري فيز اي سي فولتج كنترولر. هاي عنا الفيز اي، هاي عنا هون في، هاي اي، وهون عنا النيوترال، وهون عندي بي مع النيوترال، وهون عندي سي مع النيوترال. هون اي ان، هون بي مع ان، وهون نفس الشيء سي ان. نستخدم الكابيتال لتر عشان نسمي اسماء الفيزات، والسمول لتر عشان نسمي اللودز. اوكي، طيب هسه الثري فيز اي سي فولتج كنترولر جدا سهل. بيعتمد اول شغله على زاويه التوصيل، وبيعتمد على زاويه التوصيل. هسه شو يعني ايش بيعتمد على زاويه التوصيل؟ كيف يعني؟ يعني مثلا اذا كانت زاويه التوصيل بين 0 و60 بدنا نمشي على طريقة حل معينة، وإذا كانت زاوية التوصيل بين 60 و90 برضو رح نمشي على طريقة حل معينة، وإذا كانت بين 90 و150 برضو في طريقة حل، وأعلى من 150 يعني مش مطالبين فيها، او هي فعليا ما في مناطق عمل بتكون عندنا. ماشي، طيب كيف يعني؟ يعني مثلا نفترض انه احنا اخترنا زاوية الفا بين 0 و60. هسه مثلا اذا كانت زاوية، يعني احنا رح نشرحها بالتفصيل بس نحكي هيك بالاختصار، انه مثلا اذا كانت الفا بين 0 و60 وانا شو عملت؟ وانا مثلا بدي احل، فشو بعمل؟ أول شغلة بدك تشوف إنه إذا كانت ألفا بين 0 و60 السيكونس اللي رح تمشي عليها. هسا إحنا في عنا سيكونس، إذا كانت
بين الصفر والستين رح يكون عندي في أول انترفال 3 ثايرستورات، بعدين 2، بعدين 3، بعدين 2، وهيك لحد ما تخلص الدورة كاملة. أوكي، فشو يعني؟ شو يعني 3 ثايرستورات؟ يعني السيكونس رح تكون 5 و6 و1. 2 رح نطفي، وخمسة، 5 تلقائيا رح يطفي فعليا بطريقة تحكم معينة، 5 رح يطفي ورح يشتغل 6 و1. بعدين عند النقطة 3 رح يصير عندي عند الانترفال الثالثة رح يرجع عندي 3 ثايرستورات شغالين، فرح يرجع 6 و1 ونشغل 2. عند الاثنين الانترفال الرابعة 6 رح يفصل تلقائيا ويضل 1 و2. عند الانترفال الخامسة 1 و2 رح نشغل 3، وهيك لحد ما نخلص الدورة كاملة. هسا هاي رح نشرحها احنا بالتفصيل، بس الفكرة انه اذا كان عنا 3 ثايرستورات في حالة توصيل، 3 ثايرستورات في حالة توصيل، وطلب منا ال V out مثلا على load A، ال V out على load A إذا كان 3 ثايرستورات شغالة، if 3 thyristor is conducting، ماشي، V out equal V phase. شو يعني؟ يعني مثلا نيجي على الرسم هيك نشرح باختصار بعد ما نشرح اللي بالتفصيل. مثلا اذا حكينا في اول انترفال اذا كانت زاوية التوصيل مثلا 30، شو بتكون؟ 5 و6 و1، هي 5 وهي 6 وهي 1. اذا كانوا هدول الثلاثة شغالين معناته وانا وطلب مني البي اوتبوت على اللود A، يعني على اللود A هون بتكون قيمة الفولتية على اللود A هي بتساوي قيمة فولتية الفيز المطبقة عليها. يعني مثلا لو طلبني VAN بتساوي فولتية الفيز المطبقة عليها، معناتها VAN في فيز A. طب لو طلبني VBN، VBN بتساوي فولتية الفيز أيضا المطبقة عليها اللي هي VBN. طب لو طلبنا VCN، VCN بتساوي فولتية الفيز C المطبقة عليها. أوكي، طيب إذا كانت ثايرستورين شغالين، إذا كان ثايرستورين شغالين مثلا نروح على الانترفال اللي بعدها 6 و1. هسا هاي السيكونس كيف أجت كيف ما أجت مش مهم، بالامتحان مطالبين فقط إنكم تحفظوها. بدك تحفظ إذا كانت، يعني هسا بنشرح كل حالة كيف، يعني كيف السيكونس اللي نمشي عليها، وأنت بس حفظ يعني مش مطالب أكثر من هيك. الانترفال اللي بعدها اللي هي الانترفال الثانية 6 و1، هي 1 وهي 6، معناتها يعني هذا الفيس كله ملغي لأنه open circuit. فمعناتها لو طلبك فولتية VA مثلا أو VB رح تكون فولتية اللود A بتساوي VAB بس مقسومة على 2، VAB مقسومة على 2. ليش؟ لأنه النص الأول رح يروح لللود المشبوك مع الفيز A، والنص الثاني رح يروح مع على اللود المشبوك مع الفيز B. يعني هون رح تكون هون VAB على 2، وهون سالب VAB على 2، لأنه رح يصير في عندي اختلاف بال، يعني رح يكون عكس بعض، رح يكونوا قيمتهم عكس بعض. ماشي، إذا كانت 3 ثايرستورات شغالة فولتية اللود تساوي فولتية الفيز، وإذا كانت ثايرستورين شغالين بتكون فولتية اللودين المشبوكين مع اللاينز اللي شغالة معنا بتساوي وحدة في لاين تو لاين على 2، والتانية سالب في لاين تو لاين على 2. بس هاي الفكرة الأساسية بالحكي، يعني بالموضوع اللي رح نشرحه. طيب نبلش نشرح حالة حالة. فنفترض انها زاوية التوصيل محصورة بين الفا وبين بين 0 وبين 60، يعني الفا بدها تساوي 30. طيب اول شغلة بدنا نعملها، بدنا نعرفها في حالة اذا كانت الفا بين 0 و60 الانترفال
بتساوي 30 درجة، كل انترفال طولها 30. يعني على خط الرسم، على خط الـ V output، على محور الستينات، بدنا نقسم كل انترفال لـ30 درجة. هي أول شغلة. الشغلة الثانية اللي بدنا نحكيها إنه السيكونس رح تكون 3 ثيرستورات، ثيرستورين، 3 2، 3 2. يعني السيكونس، وهاي وهسه بنبلش ندرسها ونحفظها. يعني إذا كانت ألفا بين 0 و60، بدها تكون السيكونس اللي رح تبلش من نقطة التوصيل. يعني مثلا من عند 30، من عند 30 اللي هي الزاوية معنا، رح تكون السيكونس 5 و6 و1، بعدين 6 و1، بعدين 6 و1 و2، بعدين 1 و2، بعدين 1 2 3، بعدين 2 3، بعدين 2 و3 و4، بعدين 3 و4، بعدين 3 و4 وخمسة، بعدين 4 و5، بعدين 4 و5 وستة، بعدين 5 و6، وخلص. بعدين بنرجع لبداية هاي. خلينا نشوف هسا 360 هاي بدي أقسمها أنا على 30، هل كلامنا رح يطلع صح؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 360 تقسيم 30 كم رح تطلع؟ رح تطلع معانا 12. 12 انترفال معناتها حكينا صحيح، معناتها هاي السيكونس صحيحة اللي احنا ماشيين عليها. طيب نشوف كيف. اول شغلة انا يعني سواء طلبك تطلع له الفي اوتبوت مثلا على اللود A او اللود B او اللود C، لو طلبك يعني على واحدة من هدول الثلاث سهل نفس طريقة الحل. احنا بنطلع على اللود A نفس الشيء، يعني ما نطبق على A رح ينطبق على B، ونحاول نطرح امثلة B و C. مثلا هنا نبلش، لو طلبنا ال V output على load A، هاي عندي هنا V A N اللي small letter حكينا للload مع الأوميجا أوف T. أول شغلة حكيناها إيش هي؟ إنه بدنا نقسم الانتر الخط المحور الستينات للثلاثينات. هاي عندنا 30 60 90 120 150 180 210 270 270 300 330 360. أول شغلة ونعدهم 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ممتاز. طيب زاوية التوصيل كم؟ 30. يعني أنا بدي أبلش السيكونس من هون، من عند 30، من عند 30. مثلا لو حكى لنا أعطيه عند زاوية التوصيل 45، بزيد لل 45 30 وبكمل، بزيد لل 45 30. يعني أول انترفال من 5 من 45 بدها تكون ل 75، بعدين نزيد كمان 30 30. هيك ماشي. طيب يعني الاشي سهل، بس بزيد يعني ذا كل لزاوية التوصيل 30 بس. يعني قبل زاوية التوصيل هاي ما في عنا شغل، يعني الدائرة الكهربائية مغلقة لسه، احنا ما اعطيناها اشارة انه تشتغل. طيب نبلش. اول شغلة بدنا نعرفها مثلا اذا طلبك الفولتية على الفي اي او على الفي بي او على الفي سي، بدك ترسم، ترسم الموجات بخط متقطع. يعني مثلا لو طلب احنا هون شو طالبنا؟ طالبنا الفولتية على اللود A. شو بعمل؟ بروح برسم كل الموجات اللي بتخص ال A. ايش الموجات اللي بتخص ال A؟ الفي فيز A N، والفي لاين تو لاين A B. طبعا اتنين، يعني ايه خليها دائما بالبداية لانه اصلا رح تصير موجبة لانه احنا رح نبلش فيها، والفي اي سي على 2. لو طلبك الفولتي على الاي بترسم له هدول الثلاث موجات بخط متقطع في البداية زي ما رح نعمل هسا. احنا مثلا لو طلبنا نرسم على الفي بي شو بنعمل؟ برسم كل اشي بخص البي، يعني في
بي ان وفي اي بي اي، لانه احنا رح نبلش من البي، يعني احنا لما ناخذ كيرشوف رح نبلش من الفيز بي، وفي بي سي طبعا عتنين وهون عتنين. نفس الشيء لو طلبنا الفي سي ان، لو طلب الفي سي ان كيف رح تكون؟ ببلش من ال برسم هون الفي سي ان، الفي فاز سي والفي سي اي عتنين، والفي سي بي برضو عتنين. اول شغلة يعني مثلا لو طلبك هون او هون او هون، ايش بعمل؟ برسم الموجات المتعلقة فيها. طب نبلش نشوف شو يعني الموجات المتعلقة في الهاي، في الفي اي. الفي اي ان اللي هي بتبلش من الزاوية زيرو لحد 180 بعدين لحد 360 بخط متقطع. ويعني منيح يكون معكم اكثر من قلم عشان الخط المتقطع يكون بلون والاشي اللي رح نرسمه هسه بلون. هاي الفي اي ان. طيب لو طلبنا الفي اي بي، الفي اي بي بتبلش من الماينس 30 من هون لحد 150، يعني من هون نبلش. طبعا الماكسيموم ده تختلف، يعني هيك رح تكون لحد 150، بعد 150 رح نكمل لحد 330. هسا الفي اي سي، الفي اي سي هي عكس الفي سي اي. مش كنا نحكي احنا السيكونس في اي بي في بي سي في سي اي والفي سي اي تتقدم بمقدار 150؟ هسا الفي اي سي بما انها الفي سي اي تقدمت بمقدار 150 فمعناتها الفي اي سي رح تتأخر بمقدار 30، يعني رح نبلش نرسم من هون ونكمل. هيك لحد النهاية. اهم اشي احنا نكون مميزين شو هاي شو هاي شو هاي عشان بس نجي نعلم. طيب هسا هاي ايش؟ هاي ال في اي ان، هاي في اي بي عتنين، وهاي في اي سي عتنين. نشوف بس بعد هيك شو بدنا نعمل؟ بدنا نقسم السيكونس. كيف السيكونس راح تشتغل؟ هون بأول فترة 5 6 1، بعدين 6 1 6 1 2، بعدين 1 2 1 2 3، 2 3 2 3 4، 3 4 3 4، وخمسة 4 و5 4 و5 و6، ونرجع للبداية اللي هي من 0 ل 30 5 و6. أوكي طيب نبلش من 30 ل 60 5 و6 و1. نرجع للرسمة الأساسية، هيها هي 5 هي 5 وهي 6 وهي 1. طيب بما انه ثلاث ثيرستورات شغالة، اذا قيمة الفولتية على اللود ايه شو بتساوي؟ حكينا اذا كانوا ثلاث ثيرستورات شغالين قيمة الفي اوتبوت على اللود بتساوي الفي فيز المشبوكة معها، يعني الفي اي بتساوي الفي اي فيز، والفي بي بتساوي الفي بي فيز، الفي سي بتساوي الفي سي فيز، وهيك. اوكي طيب نكمل. شو يعني؟ يعني انا طالب من الفي اي ايش الفيز المشبوكه مع هالفي اي، فانا شو بعمل؟ بطلع من النقطه اللي انا بلشت اوصل عندها اللي هي هون من 30، بطلع خط وبعلم على الفي اي، يعني ببلش هيك وبعلم عليها هيك. خلص هيك هي ايش طبقت؟ انه صارت عندنا قيمه الفولتيه على اللود A هون بتساوي كم؟ VA. طيب اللي بعده 6 و1، برجع على 6 و1.
هاي واحد وهي ستة. ستة وواحد ايش الفيزز المشبوكة معها؟ شو حكينا؟ اذا كانوا ثايرستورين، الثايرستورين بيكون قيمة الفولتية على اللود بتساوي الفي لاين تو لاين على اتنين، ماشي؟ طيب يعني هون ايش؟ هاي عندنا اللاين A واللاين B، معناتها قيمة الفولتية على اللود A، على اللود A بتساوي اللاينز المشبوكين، اللاينز الموصلين اللي هي A و B، معناتها بتساوي VAB على اتنين. بروح على موجة ال VAB على اتنين، وين ال VAB على اتنين؟ هيها. بكمل، هي عندنا هون من الستين، من الستين للتسعين بكمل بخط، ماشي؟ طيب بعدين من التسعين لا المية وعشرين، ستة وواحد واثنين ثلاث ثايرستورات شغالين، معناتها قيمة الفولتية على اللود بتساوي فولتية الفيز، بطلع على فولتية الفيز خط، بوصل من تسعين لمية وعشرين هيك. بعدين من المية وعشرين لمية وخمسين واحد واثنين، هي واحد واثنين معناتها في اي سي عاتنين، فبرجع على موجة ال في اي سي عاتنين بنزل بخط، هي هيك هيك، بكمل بخط. بعدين من المية وخمسين لا المية وثمانين ثلاث ثايرستورات شغالين، فمعناتها في اوتبوت هي في فيز، فبكمل على خط الفيز، هي هالفي اي بكمل من هون هيك، يعني مفروض انا اكمل من هون هيك لحد المية وثمانين. خلصنا المية وثمانين، عندي اثنين وثلاث، اثنين وثلاث وينهم؟ مع ايش مشبوكين؟ هاي اثنين، وين اثنين؟ هاي اثنين وهي ثلاث، مشبوكين مع بي سي، مشبوكين مع بي سي. شو يعني اثنين وثلاث شغالين؟ يعني مشبوكين مع بي سي يعني الخط هذا كله ايش؟ اوبن سيركت، معناتها في قيمة فولتية على اللود ايه؟ لا، فمعناتها في هاي الفترة من اللحظة، يعني لما يكون اثنين وثلاث شغالين رح تكون قيمة الفولتية على اللود ايه بتساوي زيرو، على اللود ايه بتساوي زيرو. بس بنزل مكان ما وقفت هون، بنزل بخط، بكمل، وبعطي انها بأشر انها قيمتها صارت زيرو. بعدين اللي بعدها اثنين وثلاثة واربعة، اثنين وثلاثة واربعة ثلاث ثايرستورات، معناتها بروح على فولتية الفيز ايه، الفيز ايه بنزل بخط هيك، بكمل عليها لحد ما اوصل هون، ماشي؟ هسا انا غلطت اني انا يعني هذا الخط تخنته، المفروض يكون ارفع من هيك، بس عشان تكون واضحة الامور، لما يكون ارفع بتبين معكم شكل الرسمة كيف رح تطلع. هسه الرسمة الفترة اللي بعدها 3 و 4، هاي 4 وهي 3، 4 و 3 ايش الفيزز المشبوكين؟ A و B، معناتها قيمة الفولتية على اللود A او اللود B، لا اللود A رح تكون VAB على 2، اما B VBA على 2، لانه يعني رح تكون قيمة الفولتية عليهم متعاكسة. ف بروح على الاي بي على اثنين، وينها؟ هيها، بنزل هيك، بعلم بخط لحد ما اوصل عند لنهاية الانترفل، بعدين برجع هيك، صارت الامور داخل شوي ببعض. هي هون هي الفيز ايه، هي هيك ماشي. بعدين أربعة وخمسة، بشوف أربعة وخمسة إيش هما؟ أربعة وخمسة يعني كل ما كانت رسمة الثلاث موجات المطلوبة منكم دقيقة كل ما كان الرسم أسهل. يعني أنا هون لأني شوي تخربطت برسم الموجات تغلبت شوي، هون في البداية كان عادي بس شوي هون عشان أنا كنت كاتبة فصار في خربطة، بس كل ما كان رسم الموجات أدق كل ما كان الحال أسهل، يعني إنك بس تطلع بخط وتعلم على قيمة الفولتية بس. الفترة اللي بعدها هون إيش إحنا؟ أربعة وخمسة، هاي أربعة وهاي خمسة، أربعة وخمسة A و C،
A و C. A و C معناتها A سيعة 2، بروعة موجة ال A سيعة 2 اللي هي هاي، هون ال A سيعة 2 هاي. أيوة بنزل بخط هيك، بعلم عليها بخط هاي هيك، وأنا كنت موقفة هون، نزلت علمت بخط هيك. أوكي طيب اللي بعدها 4 و5 صارت عنا 4 و5 و6 ثلاث لاينات، معناتها شو؟ معناتها في فيز، في اوتبوت على اللود بتساوي في فيز. فبطلع بخط وبعلم من منطقة العمل هيك لحد ما أخلص، لحد ما نخلص للنهاية هيك معنا. وبعدين بضل عندي آخر إشي 5 و6. 5 و6 شو هم أصلاً؟ 5 و6 هاي 5 وهاي 6. 5 و6 معناتها هاي كلها open circuit فما في فولتية، فمعناتها من اللحظة 0 للحظة 30 قيمة ال V output على load A بتساوي 0. هاي هي كل الفكرة، بس نرسم ثلاث موجات الخاصين معنا ونشوف ايش المشبوك وايش اللي ايش المش مشبوك. لما دام المش مشبوك معناتها فولتيته زيرو بس، ونحفظ السيكونس ونقسم الانترفال يعني كل الانترفال لـ30 ويطلع عددهم 12، ونرسم الموجات المتعلقة مثلا هنا VA VB VAB VAC، وهنا نفس الشيء بنبلش مثلا انا بدي B بحط B في البداية، هنا بدي سي بحط سي بالبداية. ليش؟ لأنه يعني هي بترجع شوي، نرجع للسيركت إنه بدي أبلش من هاي النقطة، فرح تطلع قيمة الفيز مثلا اللي أنا بدي أحسب الفولتية عنده موجبة بس، يعني مش إنه أكثر من هيك. إنه ليش ببلش من الإشي اللي بدي أبلش أرسم عنده. هيك بنكون خلصنا التقسيم الانترفل الأول. نروح على الانترفل اللي بعده. الانترفال اللي بعدها اللي هي اذا كانت الفا بين 60 و90، اذا كانت الفا بين 60 و90 اول شغلة بدنا نحكيها انه كل قيمة انترفال رح تكون 60، هناك كانت 30 هسا رح تصير 60. اذا قيمة الانترفال equal 60 درجة، قيمة كل interval 60 درجة. والإشي الثاني السيكونس اللي رح نمشي عليها، في كل interval رح يوصل 2 thyristor بس، يعني أول interval رح تكون 6 و1، بعدين 1 و2، 2 و3، 3 و4، 4 و5، 5 و6 ماشي. ونرجع بعدين لـ6 و1 في هاي الفترة، هاي السيكونس بدنا نحفظها. فمعناتها رح نستنتج شغلة انه قيمة الـ V output على اللود اذا كانت الفا بين 60 و90 بتساوي فقط V line to line على 2، ما عندي V phase لانه ولا في حال من الحالات كان في عندي 3 thyristors شغالين. طيب نشوف شو بدنا نعمل. نفس ما حكينا هون شو رح نعمل. لنفترض انها الفا بتساوي 75 درجة ماشي. عند 75 انا ببلش ازيد 60 لانه حكينا قيمة كل انترفال بتساوي 60 درجة. 75 زائد 60 كم رح تطلع؟ 135. خمسة وسبعين بعدين 135، بعد 135 195. 195 وهيك يعني رح نكمل. طيب ايش اول اشي رح تكون؟ هاي بدي اقسمهم لـ60 بس شوي هنا. 1 2 هاي عنا هنا 6 و1، 1 و2، بعدين 2 و3، 3 و4،
وأربعة وخمسة، هسا خمسة وستة، هاي خمسة وستة رح يعني هون رح نوصل، من هون رح تكون يعني نهاية الدورة 30، ونرجع نكمل هون، هون برضو خمسة وستة. بس هنا فكرة بس سريعة، إنه هون رح نوصل عند أربعة وخمسة، وما يعني ما في خمسة وستة، يعني رح نوصل عند أربعة وخمسة عند 360، يكون بس يعني ماضي على تشغيل أربعة وخمسة 30 درجة. فرح نرجع من هون ونحط 30، فتلاتين زائد، والفترة اللي بعدها رح تكون إيش؟ الفترة اللي بعدها راح تكون خمسة وستة. أوكي، بس معلش بنعيد هاي الفكرة، إنه أنا لا شو بدي أعمل، بدي أقسم المنحنى لستينات. كانت زاوية التوصيل 75، 75 زائد 60 135. هون 6 و 1 1 و 2 2 و 3 3 و 4 هي 2 و 3 3 و 4 وبعدين 4 و 5 عند 4 و 5 شو رح يصير؟ عشان أوصل ل 360 بيكون ضايل بس 45 درجة، بيكون ضايل 45 درجة، فبضل 15. بنرجع للبداية، بنرجع للبداية، فمن الصفر لل 15 هي تكملة تشغيل 5 4 و 5. فمن الصفر لل 15 هي مش لازم تكون الانترفال 60. لما أنا وصلت لل 360، لما وصلت لل 360 كانت ال 4 و 5 بس شغالين لمدة 45 درجة. فأنا بدي أرجع للبداية، يعني هون من صفر ل 15 4 و 5 مكملين، وبعدين من 15 ل 75 اللي هي 60 برضو درجة راح تكون 5 و 6 شغالين. إذا السيكونس 6 و 1 1 و 2 2 و 3 3 و 4 4 و 5 يعني رح يكونوا شغالين لخمسة وأربعين درجة لما أوصل لتلاتمية وستين، وهذا الإشي ما بصير، لازم يكونوا شغالين لستين درجة. فأنا برجع للبداية، ماشي، اللي هي فعليا تلاتمية وستين زائد خمستاش اللي هي تلاتمية وخمسة وسبعين تعادل خمستاشر درجة. فهون بيشتغلوا عندي أربعة وخمسة، بعدين بالإنترفال اللي بعدها اللي هي من خمستاش لخمسة وسبعين رح يشتغلوا خمسة وستة، ماشي. طيب اذا ايش اللي رح يصير؟ رح يشتغل عندي في كل فتره بس اثنين ثايرستور، فمعناتها الفي اوتبوت رح تكون في لاين تو لاين على اثنين. طب ايش الموجات اللي بتلزمني هون؟ في اي بي على اثنين وفي اي سي على اثنين، ماشي. طيب الفي اي بي على اثنين، بس ثاني ارسمها، بلش من هون، تكمل لثلاثمية وثلاثين يعني تقريبا لهون، والفي اي سي رح تتأخر بمقدار 30، رح تبلش من هون يعني هيك. ماشي، طيب نبلش. بلشنا أنا عند اللحظة كام؟ عند اللحظة 75، 75 6 و 1. وين الرسمة الأساسية؟ كله برجع للرسمة الأساسية، هي 6 و 1. 6 و 1 شو يعني؟ A B على 2. طبعا هاي الرسمة بس لازم نسمي أهم إشي. هون عندي هاي V A B على 2 وهاي V A C على 2. طيب من اللحظة 6 و 1 حكينا VAB على 2، بطلع وين VAB على 2؟ هيها
بطلع عندها وبكمل. هي هيك خط. بعدين من عند 135 شو صار عندي؟ صار عندي 1 و2. هي 1 وين 1؟ 1 و2 يعني AC على 2. بطلع من عند اللحظة اللي وقفت عندها وAC على 2 بكمل هيك. بعدين الفترة اللي بعدها اللي رح يصير عندنا 2 و3، هي 2 هي 2 و3، معناتها هاي كلها open circuit، معناتها ال V output على load A بتساوي 0. بنزل من اللحظة اللي وقفت عندها بكمل هيك، بنزل هيك، بتصير عندي هيك كلها 0. بعدين 3 و4، هي 4 وهي 3، معناتها كم قيمة ال V output؟ أي 4 وهي 3، واللاينز المشبوكة A و B معناتها V A B على 2. بكمل من اللحظة اللي وقفت عندها، هاي وين ال V A B على 2 هاي هيك، بكمل بخط لنهاية الانترفال. بعدين اللي بعدها 3 و4، يعني هاي 3 هاي 4 وهي 3، هون آسفة هون احنا آسفة هون، من هون اللحظة اللي وقفت عندها هون هيك بكمل نفس الغلط. 3 و4، 3 و4 AB على 2، ايوة كمل هيك لنهاية الانترفل. بعدين ايش عندي؟ عندي 4 و5، هي 4 و5 شو حكينا؟ ايش 4 و5 قصتهم؟ هي 4 وهي 5، AC على 2، هي ال AC على 2، بنزل بكمل، بلاقي انه بس وصل ل 45، برجع لبداية التوصيل، بداية التوصيل من بكمل الموجة هون هيك، هون احنا شو كنا شغالين؟ ال VAC على 2، فكم VAC على 2 صح؟ فأنا بكمل موجة ال AC ال VAC على 2، ها؟ هيها هيك، فكيف رح تكون؟ بس خط صغير، هيها من 0 ل 15 خط صغير. بعدين الفترة اللي بعدها 5 و6، 5 و6 ايش رح يكون عندي؟ 5 و6 رح يكون الفولتي المطبقة على اللود A 0. فمعناتها عند هاي الفترة من 15 ل 75 قيمة ال V output 0. جدا سهل، بس اهم اشي ان نرسم الموجات المطلوبة منا باتقان، بس بعدين من متخط على الاشي المناسب. هسا اللي بعده، اذا كانت الانترفال، اذا كانت الفا بين 90 و120، بين 90 و120، اسف، والمية وخمسين الفا ايكوال 120. هسه هون قيمة كل انترفال هون نرجع نخليها 30، يعني 30 60 هون رح ترجع 30. الانترفال ايكوال 30 درجة، ماشي؟ طيب هسه كيف آلية التوصيل؟ الدائرة رح تشتغل 30 وتطفي 30، ليش؟ لأنه هي أصلا مصممة إنها تعمل هيك، ماشي؟ طيب يعني كيف رح تصير الفترة؟ بأول انترفال 30، 30 الأولى رح يتوصل عندي، يعني 30 الأولى بعد 120، ماشي؟ رح يوصل عندي 6 و1. بعدين 30 الثانية شو رح يصير عندي؟ أوف 0. بعدين 30 رقم 3 رح يشتغل عندي 1 و2، 30 رقم 4 أوف، ونفس الشي نكمل لنهاية التوصيل. ننرسم، وإيش هون
الفكرة كمان انه نفس الحالة الثانية، انه دائما يعني الثايرستورات اللي بتشتغل عندي اثنين، مستحيل ولا في حالة من الحالات تشتغل عندي ثلاث ثايرستورات، فدائما الموجات اللي بدنا نرسمها هي line to line waves. ماشي. طيب انا بدي ارسم ال VA، فروح بروح برسم ال VAB على 2 وال VAC على 2. هي عندنا ال VAN، برسم ال VAB وال VA نفس الشيء. بعد ال 120 هي عندنا ال 180 هون، انا بدي ابلش عند ال 120 ازيد 30 ف 120 180، بعد ال 180 210 240 270 300 330 و360. فمن هون انا بدي ارسم من 30 في اي بي، لحد لا انا ليش هيك 120 هون، عفوا هون 120 وهون 150، فرح تكون هيك الموجة 30 ل 150. بعدين تكمل من 150 ل 330. هسا ال VAC عكس ال VCA، فرح تبلش من عند ال 30، رح تتأخر من ال 30. هذيك كانت تتقدم ب 150، هاي رح تتأخر 30، فمعناتها رح تكون نهاية الموجة هون، النصف الأول هون لحد 210. بعد 210 رح تكمل بعد 360. فإذا هون عندي إيش؟ هاي في A B على 2، وهاي في A C على 2. طيب نبلش، إحنا بدنا من عند 120 نبلش نرسم، صح؟ عند 120 6 و1، بعدين هاي أنا ما بدي إياها، زيرو، ما في ثايرستورات رح تشتغل فيها. بعدين 1 و2، هاي لا، 2 و3، لا 3 و4، لا هون، و5 و6. ماشي، بضل عندي 5 و6، هيك بنكون 6 و1، 1 و2، 2 و3، 3 و4، هون 4 و5، بضل عندي 5 و6، 5 و6 رح تكون هون 5 و6، هون 5 و6 رح ترجع يعني من الفترة من 0 ل 30. ليش؟ لأنه لو بدي أكمل هون، رح أنا هون بهاي الفترة اللي بعدها رح أطفيها، فرح أزيد 330، رح أزيد لها 30 وبرضو كمان 30، واللي هي بتعادل 30 بالربع الأول. ماشي. طب نبلش هون، أما عند 120 ل 150، 120 ل 150، إيش عندي شغال؟ 6 و1، هاي 1 وهاي 6، معناتها إيش الفولتية قيمتها؟ بي اي بي على 2. من 120 ل 150 بطلع هيا ال V A B هيها، وبكمل هيك لنهايتها، بعدين عندي زيرو تلقائيا، هاي موجودة. بعدين 1 و2، هي 1 هي 2، A C على 2، بطلع على A C على 2 هاي هيك لنهاية الموجة، بعدين زيرو. بعدين 2 و3، 2 و3 أصلاً هي 3 وهي 2، معناتها ال V output على load A قيمتها